السلام عليكم، ده كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول من الفود السنه الفوضى. طيب بيقول لك ايه؟ ان انت لازم تتاكد ان الموديل بتاعك سليم. فقبل ما بتبدا تعمل موديل بتحط قواعد وبتبدا تعمل تشيك على القواعد دي هل هي فعلا اتعملت ولا لا. على سبيل المثال بنتاكد ان الموديل بتاعنا ملتزم بالكاد ستاندرد والموديل الستاندرد اللي موجود، بنتاكد ان مفيش اي كلاشات موجوده في الموديل، اي كلاشات بنبدا نحلها، بنتاكد ان كل اللوح معمول لها اكستراكت من البيم، بنتاكد ان الموديل كلها اتفحصت وتكنيكال مظبوط ما فيهاش مشكله خالص، بنتاكد ان الفريم اللي موجود مظبوط وان اسم المالك والمقاول والاستشاري موجودين، بنتاكد ان الموديل معمول له ابديت وان كل الناس اللوكال كل اليوزر عملوا سنكرايزيشن واخر حاجه موجوده في الموديل، وان احنا هنعمل ديتاتش على جنب بحيث ان احنا نفحص ونطبع هو ده الموديل اللي هنبعته مثلا للعميل. واللينكات كلها لو في حاجه المفروض تشيل بنشيلها وننظم الشغل بتاعنا تمام، ونحط حاجه على الويب سايت مظبوطه، متأكد من تسمية البيوهات ومن تسمية الشتات قبل ما نبدأ شغل.